أكثر من 630 مسكنا ضمن مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات ولمرحلتي 17 سنوات بدأ توزيعها في محافظة اللاذقية. فيما تستمر عملية تخصيص المساكن في فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية، قام وزير الأشغال العامة والإسكان بزيارة إلى المدينة اطلع خلالها على سير عمليات التخصيص. دققنا إجراءات التخصيص مع السيد المحافظ وهي إجراءات دقيقة وسليمة وفيها رضا كامل وواضح من الأخوة المواطنين اللي أنتوا كأعلام عم ما بتسمعوا عن أرائهم، كلهم قنعانين أنه أي مواطن عم ياخد دوره النظامي دون أي خلل. هذا الإنجاز في محافظة اللاذقية هو عطاء من سيادة الرئيس. اليوم عم نوزع 567 شقة على السكن الشبابي وقبل منه 195 على الادخار. المرات القادمة إن شاء الله راح يكون هالعدد وأكثر. الناس لها هموم واضح تماما، لكن هي راضية بأنه هذه المشاريع العملاقة والكبيرة اللي عمال بتتنفس في هذه الظروف، هذا إنجاز يسجل للحكومة وللمؤسسة ولكل العاملين. محافظ اللاذقية أشار إلى دور المحافظة في توفير التجهيزات والإمكانات اللازمة للاستمرار في المشروع. أثناء تنفيذ الأبنية المتوقفة وتعسر المتعهدين وتسليم جميع هذه المباني قيد الإنشاء للمؤسسات العامة، قدم العمل باستمرار بعد تأمين كل متطلبات العمل من وقود ومواد بناء وإزالة المخالفات المرتكبة كما قلنا سابقا مكان هذه الأبنية. أيضا متابعة مستمرة للجنة بالتوزيع العادل. شكاوي المكتتبين وتأخير استلام مساكنهم جراء الظروف التي تمر بها البلاد لا يلغي التنويه بالجهود التي يقوم بها قطاع الإسكان الذي يحتاج إلى المزيد من العمل لإنجاز مهمته وتقديم منازل صحية وبمواصفات جيدة للمكتتبين. في الحسكة، بطريركية السريان الكاثوليك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقيم مشروعاً للتدريب بهدف تأمين فرص عمل. بهدف تأمين فرص عمل للعوائل الوافدة إلى محافظة الحسكة وذوي الاحتياجات الخاصة وتحت عنوان مهنتك همتك، أقامت بطريركية السريان الكاثوليك مركز مار آسيا الحكيم وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع همة شباب. المشروع يقوم على تدريب ما يقارب 130 شابا وشابة وإكسابهم خبرة على حرف متعددة لتوفير أيادي محترفة تفيد المدينة والريف وتخفف من أعباء هجرة الحرف الصغيرة. 66 شاب وشابة إذا قدرنا نثبتهم في المهنة تبعنا والحرفة اللي عم يتعلموها، وراح نساعدهم حتى بالآلات والشسوة حتى يقدروا يكملوا إما كل اثنين ثلاثة مع بعض بالمهنة نفسها أو كل واحد لحاله نساعده، ولا سيما المتفوقين. نحن حوالي 25 متفوق رح نعطيهم آلات يعني توصل لل 300-400 ألف. تحت منطلق مهنتك بهمتك انطلق مشروع همة الشباب المقام بين مطران السيان الكاثوليك بالحسكة وبالناجئ أمم المتحدة الإلمانية UNDP، وهدف هذا المشروع إلى إيجاد 60 فرصة عمل للشباب والشابات بالأعمار 18-35. مشروعنا إجا كفرصة كتير منيحة لبعض الشباب أو للأغلبية منهم أنه يتأمن لهم المعيشية من خلال أنه يتعلموا مهنة أو صنعة هن يستفادوا منها فيما بعد. المتدربون بدورهم أكدوا أهمية المشروع في تقديم فرص عمل لهم وليكون خطوة جديدة على طريق إعادة إعمار سوريا من جديد. أنا أسست، أنا أرملة، كنت أرملة يعني عندي أولاد ومصروف أولاد وتأمنت مصروف معيشتي، صرت أقدر يعني أعمل أفتح محل أشتغل بيه، تعلمت فرصة يعني حيل كويسة. اخترت المشروع لأنهم مساعدونا وأول شغلة تعلمت مهنة الحلاقة وكثر خيره. طبعا كنا إيد بإيد عم نساهم لإنجاح هذا المشروع وتفادي أصحاب الحاجة لنوصلهم لمكان تأمين محتاجاتهم من أكلهم ومعينة عوائلهم بشكل خاص. إنهم الشباب السوري المتماسك والمتمسك بأرضه يؤكد ضرورة الوقوف بوجه الإرهاب مهما تعددت أشكاله وأدواته.
نبقى في الحسكة، حيث طلع محافظ المدينة على واقع عمل المؤسسة العامة للحبوب بالقامشلي. عقد المهندس محمد زعال علي محافظ الحسكة اجتماعا موسعا التقى فيه كوادر فرع المؤسسة العامة للحبوب بالقامشلي، والمهندس عبيد العلي مدير فرع الحبوب، ورؤساء مراكز استلام الحبوب بحضور أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وأمين شعبة ريف القامشلي وأمين شعبة المدينة لحزب البعث العربي الاشتراكي. اليوم نحن في نهاية عملية تسويق الأقماح. أستطيع القول بأننا حتى الآن ما سوق في محافظة الحسكة ما مقداره 335 ألف طن. مرت عمليات التسويق بكل سهولة ويسر، وأيضا تم صرف قيم الأقماح لتاريخ 18 بالشهر الماضي، ونحن مستمرون في صرف قيم الأقماح تباعا. الإخوة الفلاحين والمزارعين لم تردنا شكاوي خلال هذا الموسم إلا في حدود معقولة وتم معالجتها في حينه. الآن نقوم بالعمليات التسويقية وتم شراء من المخازن ما يقارب 325 ألف طن، ولدينا مخازن سابقة. قدم السيد المحافظ إلينا واجتمع بجميع الكوادر بالإدارة لإيجاد الآليات المناسبة للحفاظ على هذه المخازن من اعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة ومن الحرائق ومن السرقة ومن أي شائبة تشوب هذه المخازن الموجودة، لأن مخزون استراتيجي موجود إلينا. المحافظ اطلع على أوضاع العمل في المراكز وعدد العمال والحراس، ووجه بتأمين حراس للمراكز مع أجهزة إطفاء متحركة وثابتة تفاديا لأي خطر يحدث. بدوره المهندس عبيد العلي مدير فرع الحبوب استعرض مع الحضور الكميات المستلمة من الحبوب والتي بلغت 544 ألف طن. بعد ذلك قام السيد المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي وأمناء الشعب وقائد الشرطة بجولة على مراكز استلام الحبوب واطمأن على سلامة العمل وتأمين المحصول. تحت عنوان لأجلك يا حلب، أمسية شعرية على مسرح الباسل في مدينتي نبل والزهراء. شهباء سيكتبك التاريخ بماء الذهب. لأنها حلب، لأنها الحب والجمال، ولأنها العز والجلال، لشموخ الأهل والصامدين وعظمة الشهداء والمضحين، أقيمت أمسية شعرية بعنوان لأجلك يا حلب على مسرح الباسل في مدينتي نبل والزهراء، رسالة لأهالي حلب عبر عدد من الشعراء أننا معكم. هي رسالة إلى أهالي حلب بأننا صامدون معهم، جرحنا جرحهم وأحزاننا أحزانهم، ونصرهم نصرنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله. وبما أن الأدب والكلمة كما الطلقة في الحرب، أيضا نحن نشاركهم هذه الحرب في أدبنا وفي أقلامنا. كانت وما زالت حلب الشهباء عنوان الحضارة والأدب، هذا ما أكده الشعراء المشاركون في الأمسية، حيث حلب تمثل ذاكرة مضيئة وعريقة في أدبنا وتعبر عن الصمود. حلب هي أهم واحدة من أهم عناوين الأدب العربي والعالمي والإنساني. حلب هي ملهمة للحضارة، هي ملهمة للأدب، بهذا التراث الشامخ والأصل العريق المعرق في الأدب وفي الحضارة. ولا شك أن من يعيش في حلب ومن يتنفس هواءها سيتأثر بكل هذا الأرث الإنساني. عندما دعينا إلى أمسية أو احتفالية تذكر حلب وتهيب بحلب، حتما سوف نكون موجودين، لأنها كما أسلفت منذ قليل تمثل ذاكرة مضيئة وعريقة في ذاكرتنا، ولأننا اليوم تمثل حلب في ذاكرتنا صمودا ودفاعا ربما عن سوريا. حلب ملهمة الأدب وواحدة من أهم عناوين الحضارة، ومن يستحضر حلب وشعرائها يستحضر الحضارة والأدب. من نبل والزهراء، مصطفى كوسا، الإخبارية السورية.